مرحبا بكم جميعا، اليوم نتكلم عن ساعة لشركة من خارج القارة الأوروبية وبالتحديد من هونغ كونغ. شركتنا اليوم هي زيتاج. زيتاج هي شركة آسيوية تبلغ من العمر 7 سنوات، حققت الكثير في هذه الفترة بالنسبة لعمرها. أسسها كل من سايرس وونغ وفرانكو وونغ، طبعا الأسامي الأخيرة متشابهة، ولكن الأشخاص هذول مجرد أصدقاء ما يقربون لبعض، يمتلكون أكثر من 20 عاما خبرة في مجال أو في قطاع صناعة الساعات. تصمم زيتاج ساعاتها بداخل الشركة في هونغ كونغ، ولكن تصنع جميع ساعاتها في سويسرا. بعد الانتهاء من التصنيع يتم شحن جميع الساعات إلى مقر الشركة الرئيسي في هونغ كونغ، وتخضع لإجراءات فحص صارمة لمدة 240 ساعة لضمان ساعات بجودة عالية. والحين بنتكلم عن الساعات. معانا ساعة زيتاج أمازونيا وساعة زيتاج سافانا، كلهم من مجموعة هايبرد أوف جراوند. الساعة سميت أمازونيا تكريما لمنطقة غابات الأمازون، وهذا من منطلق حرص العلامة التجارية في المحافظة على البيئة. والأخرى سميت سافانا تكريما لمنطقة السافانا الأفريقية، وتتبرع بجزء من مبيعات هذه الساعات لحماية غابات الأمازون والسافانا الأفريقية. تأتي الساعة بقياس 44 ملي من الفولاذ المقاوم للصدى المعالج بتقنية DLC. التاج في قطعة مطاط ربر تساعد على التحكم فيه بسهولة، ويتميز مثل ما تشوفون بالحبة المضية اللي تمتاز بها العلامة التجارية زيتاج. الساعة بمحرك سويسري من شركة سوبرود، وتتميز بتعقيدة التوقيت العالمي. لو تشوفون الإطار يعرض 24 مدينة عالمية، وهالإطار مغطى بطبقة سافاير منفصلة عن زجاج الساعة الأمامي اللي أيضا من كريستال السافاير المعالج ب7 طبقات ضد الانعكاس. ولو تشوفون الإطار الداخلي يعرض الـ 24 ساعة لتوقيت المنطقة الزمنية الإضافية، ويتميز باللونين الأخضر اللي يرمز للنهار والأسود الذي يرمز إلى الليل. العقرب الأخضر اللي يعرض توقيت المنطقة الإضافية موجود في الداخل على الميناء، بالإضافة نلاحظ أن نافذة التاريخ عند الساعة السادسة مثل ما نشوف هنا. الميناء هو ميناء الساندويتش، ملاحظين المؤشرات باللون الأخضر وال فتحات، المؤشرات عبارة عن فتحات لو تلاحظون. وأحلى ما يميز هذه الساعة هو مادة السوبر لومينوفا المضية، إذا لاحظ الإطار والأرقام تشع إنارة في الأماكن المظلمة حتى التاج. أيضا نافذة التاريخ على الإطار لو نلاحظ عليها مادة مضية، وهذا يوضح اهتمام الشركة بأدق التفاصيل اللي يعطي جمالية خاصة. الحزام من طبقتين من النايلون الكربوني ومطاط FKM عالي التقنية، ومشبك فولاذي قابل للطي أيضا من الفولاذ المعالج بالDLC. في النهاية نقول أن هذه الساعة بالمحرك اللي فيها وبالجودة اللي فيها وبسعرها اللي هو أصلا في المتناول بالنسبة للتعقيدات، صراحة ساعة جدا مميزة، واعطوها نظرة وخبرونا رأيكم في الكومنت تحت. شكرا لكم.